السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد من قناة يومياتنا في امريكا. النهاردة هعمل اكلة بسيطة وسريعة وما بتاخدش وقت خالص، وكمان متكاملة فيها كل العناصر الغذائية، وتنفع جدا للشتاء، بتدفي في الشتاء، وكمان للاطفال والكبار كله هيحبها وجميلة جدا. وهي شوربة لسان العصفور بالخضار واللحمة. طبعا احنا بنعملها بالطريقة التقليدية، بنعملها شوربة عادية. في ناس مش بتحب تضيف عليها حاجات، بتعملها جنب الاكل. النهاردة ان شاء الله هنعملها وجبة متكاملة فيها كل العناصر، وهتبقى سهلة جدا وسريعة. في حلة على النار فيها معلقة زيت، قطعت بصلة كده وفصين ثوم وهحطهم يدوبك يصفروا كده، وبعدين عندي لحمة انا مقطعها حتت صغيرة بحيث ان هي تستوي بسرعة مع الخضار وما تاخدش وقت. شايفين قد ايه؟ ومعاها ورقتين لوري، عشان طبعا انتوا عارفين الورق اللوري بيدي نكهة حلوة قوي للحمة. وعندي الخضار، عندي خضار مشكل، بسلة، جزر، وفيهم كمان ذرة، ومعايا كمان كوسة، بس الكوسة مش هضيفها دلوقتي، هضيفها متأخر شوية لانها ما بتاخدش سوا كتير. هنزل باللحمه الاول كده تاخد تقليبه مع البصل بحيث ان المسام كلها بتاعت اللحمه هتتقفل معايا، وعشان تبقى طريه كمان وجوسي كده، فهديها تقليبه هي الاول كده لمده دقيقتين. بعد ما اقلب اللحمه كويس ولا خلاص لونها اتغير معايا، ابتدي بقى اضيف الخضار واقلبه برده كده تقلبتين مع اللحمه. زي ما انت عارفه اي خضار ضيفيه عندك، اي خضار، لو انت عندك فاصوليا، عندك اي حاجه تانية تقدر تضيفها، طبعا اي خضار عندك ضيفيه هيبقى مفيد جدا ومغذي وكله فيتامينات. بعد ما قلبتهم حوالي دقيقتين برضو هضيف عليهم كوبايتين كبار من المية المغلية، لازم تبقى المية سخنة او مغلية، تمام، عشان اللحمة ما تشدش معي، لان اللحمة والخضار اصلا زي ما انتوا شايفين كده على النار، فلازم تضيفوا مية سخنة. واغطي عليها واسيبها حوالي من ربع ساعة لتلت ساعة تستوي معايا. كده كده قطع اللحمة انا مقطعها صغير هتستوي مع الخضار على طول، فهسيبها حوالي تلت ساعة على نار متوسطة، وبعدين هضيف الكوسة في نص السوا. زي ما انتوا شايفين كده بعد ما دخلت في نص السوا حوالي تلت ساعة 20 دقيقة، هضيف الكوسة بتاعتي، وكمان هضيف التوابل لان لسه ما ضفتهاش، ما ضفتش التوابل في الاول عشان تستوي بسرعة، وادي اللحمة فرصة ان هي تستوي عشان الملح بيعطلها شوية. وطبعا ضفت عليها كمان حبة طماطم بتدي برضو لون حلو وطعم حلو. تمام، زي ما قلت لكم الخضار اللي انتوا عايزين تضيفوه ضيفوه. انا ضفت ملح، شويه فلفل اسود، وشويه زنجبيل بودر، وكمون، وكزبره. هقلب عليها التوابل، بسيبها بقى تكمل سوا، وعلى ما تكمل السوا بتاعها كمان ربع ساعه تقريبا هكون انا حمرت لسان العصفور. عندي كوبايه من لسان العصفور انا بحمرها في طاسه التيفال، بحب احمرها في طاسه التيفال، طبعا انت ايدك فيها على طول عشان يبقى كلها نفس اللون، فما تسيبهاش لحظة، لازم تفضلي تحمريها، وطبعا ما بتاخدش وقت، انتوا عارفين لسان العصفور ما بياخدش وقت خالص. وخلي بالكم في انواع من لسان العصفور كمان بتزيد جدا، زي المكرونة مثلا، يعني بتبقى شبه المكرونة كده بتزيد، يعني انتوا مثلا شايفين الكوباية مثلا حجمها صغير، بعد السوا بتشرب مية كتير وبتزيد جدا. وفي انواع مختلفة عن بعضها، يعني في انواع بتزيد قوي. شايفين انا حمرتها، شايفين كلها نفس اللون ازاي، هضيفها بقى عندي على اللحمة والخضار واسيبها بقى تستوي، بتاخد حوالي برضو 10 دقايق او اقل، يعني على نار متوسطة حسب ما هتاخد معاكم، وبس كده، وتغرفوا منها وبالهنا والشفا.
عندي الدقديم تضيفوا عليها بقى عصير ليمون، بتبقى جميلة جدا مغذية وكلها فيتامينات وكلها العناصر الغذائية متكاملة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. باي باي.